مثل ما أولى فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن موضوع بلامس ملايين الأطفال بمختلف أنحاء العالم، وأكيد رح نحكي عن فرط النشاط يلي مثل ما قلنا بيصيب نسبة كتير كبيرة من الأطفال وممكن ترافقهم لمرحلة البلوغ. كتير من المشكلات والاضطرابات ممكن ترافق هي المشكلة، وخلينا نقول بدنا نعرف أكثر تفاصيل أسباب حدوثها وكيفية التعامل مع طفل فرط النشاط أو فرط الحركة. كل هاي التفاصيل رح ترافقنا أكيد مع الاختصاصية ريم سعد، اختصاصية بالتربية الخاصة. بنقول لك صباح الخير ريم. صباح النور. صباح النشاط. أهلا وسهلا يا هلا. صباحك. صباح النور يا هلا. يعني مثل ما بنعرف كثير من الأطفال وخصوصا بالأعمار الصغيرة الأولى بنلاقي بيقولوا هذا طفل شقي، كثير بيتحرك، حرك، ورش، ما بيقعد، الأهل بيكونوا مبسوطين بهي الحالة. إيمت يعني الأغلبية بينبسطوا شوي إنه الطفل حرك متفاعل. تمام. إيمت ببلش هيك يقول ومثل ما بنقول يدق ناقوس الخطر، بنقول لا هي الحركة صارت زيادة. زيادة. تمام. هلا في أعمار يعني في عنا مثلا بالسنتين، في عنا الأربع سنين، هني أعمار حركة. فالطفل أكيد بيتحرك فيهم كتير لأنه بيستكشف. الأربع سنين بيكون عمر حركة، اللي بنشوفه بيطلع بيتسلق الخزن بيتسلق، هذا عمر طبيعي حركة. هلا عادة فرط النشاط بتشخص بالست سنين أو بعد الخمس سنين. هو العمر يلي دخول المدرسة المكان الحساس اللي أنا بدي فيه إنجز. لا هي حاليا بتتشخص بكير، صار فرط النشاط نحن بنقدر نشخصه بالأعمار الصغيرة، بخاص يعني الأخصائي أو الاختصاصي بيقدر يعرف دغري إنه هذا الطفل عنده فرط نشاط أو لا. هلا كثير حلو الطفل يكون حرك اكيد، بس نحن في عندنا فكره فرط النشاط، الطفل اللي عنده فرط نشاط اول خمس سنين عنده الطفل بتعرفه كثير مهمه. كل الخبرات وكل بناء الشخصية بتكون بهاي المرحلة، الدماغ عم ينمو عم ياخذ كل شيء مفيد ويستثمره، بعدين نحن بنضيف عليه بنزود المهارات. فكرة عنا بفرط النشاط انه الطفل فرط نشاط يعني نقص انتباه. نقص انتباه يعني انا ماني مدرك كثير للمحيط او شو عم بيصير من شيء مفيد او شيء حلو، انا دائما عم بتنقل بين الانشطه بسرعه، دائما ما عم بقدر اتم واجب تمام او مهمه مهما كانت بسيطه، دائما عيني مو مع عين اهلي، دائما حركتي عشوائيه غير منظمه فيها اندفاعيه، انا ممكن اذي نفسي او اذي اي حدا قاعد، طبعا مو بقصد نهائيا، انا ماني ابعادي بالمكان حركه جسمي ما انا متناسقه مع حركتي، فمشان هيك انا عندي هي المشاكل السلوكيه والاندفاعيه. هون في مؤشرات كثير غالبا بترافق مع تاخر لغوي، لانه كمان الدماغ بده وقت لياخذ المثيرات الخارجيه ويحولها للغه ويحولها كلمات ويركنها بالحجرات الدماغيه. فرط النشاط عنده هي العمليه سريعه، فبالتالي اللغه بتكون متاخره، وحتى نمو الانفعالي بنقول كثير ذكي وكثير شاطر وكثير وكثير، بس تصرفاته تصرفات اذا الطفل عمره 3 سنين ولد عمره سنتين، اذا 4 سنين ولد عمره 3 سنين. تمام. مو لانه هو في قله بالذكاء مثل ما بتعرف عند الاهل، لا هو بس لانه نحن المهارات ظلت مثبته بمرحله طفوليه ابكر، ما نمت مع الطفل، هذا اللي بقصده انه دماغ عم يكبر وانا ابني انفعاليا بمكانه واقف لسه، ما عم يتطور. تمام. مع الدماغ، مع التطور الدماغي عنده الادراكي. تمام. ريم مثل ما بنعرف كلياتنا طفل فرط النشاط يمكن هو بيترك حاله من الازعاج باي وسط بيكون موجود فيه، كيف نقدر نتعامل بطريقه صح خاصه الام اللي هي الاحتكاك المباشر والاول مع طفل فرط النشاط؟ خطوات اوليه بتقدر تتعامل فيها مع طفلها. تمام. هلا الطفل كونه دائما مع الام فدائما هي الام هي تعبانه، يعني طفل الفرط النشاط او طفل العصبي مرهق جدا ومرهق، هو مرهق يعني جملته العصبيه دائما مستفزه دائما. انا بقول للاهل انه انا بخاف على القلب وبخاف على الجمله العصبيه عند هدول الاطفال لانه حركه كثير زايده، هي منتجاتها طبعا على الكبر نحن بنشوفها بمشاكل، لانه انا عم بعطي العضو عم بستهلكه قبل وقته بكثير نشاط. الام تقعد مع طفلها بكثير، طبعا هي مرهقه مو لانه هي ما بتحب طفلها او لا، بس هو بالفعل مرهق، بده كثير عين، بده مراقبه وبده كاميرات، هو ممكن يكون طفل مؤذي، ممكن يكون طفل دائما متعلق بالاشياء الالكترونيه لانه هي بتشبع له او هي الشيء الوحيد يلي هي بتخليه يقعد، طبعا في فرط نشاط بيكون عالي اعلى حتى الاشياء الالكترونيه ما بتقدر تخليه انه يقعد، هو لا بالحركه دائما العشوائيه المستمره. ما نحن عنا عمليا طبعا بدها تكون بس الام متفرغه، الانشطه الرياضيه يلي هي على مدار اليوم بدها تكون طولة بال كثير عند الام،
بدها تكون كثير هاديه، وهذا صعب بهذا الاوضاع انه لاقي والده كثير هاديه ورواق، لانه في ضغوطات ثانيه، انا مو بس عندي طفل بدي ارعاه فرط نشاط. الانشطه الرياضيه روضه، اذا قبلت الروضه تخليه عندها لفتره معينه، لانه غالبا نحن الروضات يعني انا هلا باول السنه كثير بيكون عندي ضغط، بانه انا دائما عم دور للاطفال على روضه انه تقدر تستوعب الحركه تبعهم ويكون في لهم عين عليه، لانه هو طفل اندفاعيته بتخليه مؤذي، وعدم قدرته على الجلوس بمكان ولو 5 دقائق هذا شيء مستحيل بالنسبه له، هو بالنسبه له هذا ضغط اضافي انا عم ضيفه عليه. ثاني بتعرض للتنمر ان كان من احيانا من البيت من الاخوات ومن الفصل الدراسي اللي بيكون هو فيه مهما كان صغر سنه، وهي كلياتها الامور ما انا بايده. هلا انا غالبا بنصح طبعا بعد ما بنراقب الولد وبنشوف كثير معطيات، بنشوف البيئه وبنشوف الاسره وبنشوف المدرسه، ناخذ نحن المؤشرات شو عنا، قدرانين نضبطه بالاشياء المتوافره عنا، قدرانين ما قدرانين ما بدنا نخسر مستقبل. تمام. في كثير يعني مستقبل مهم، انه اهم شيء بالتعامل او النصيحه الابرز اللي هي مراقبه هذا الطفل، هي هي الطريقه الوحيده عند الام مراقبته، بدها تعبي له الجدول تبعه بالانشطه. ثاني شيء بانشطه روتينيه، الروتين كثير بيريح اطفالنا تبع فرط النشاط، حتى بيريحنا نحن ككبار. سليم هو حدا ملول، يعني نحن اذا بنعطيه يوم نشاط ممكن يضايق فيه 10 دقائق، بعد شوي بدك تخترعي له كمان نشاط. تمام. جديد. تمام. يعني هي كمان هذا عم نحكي عنه انه هو مرهق للام، انه هي دائما في اشياء جديده، طب انا ماني قدران دائما اعطي اشياء جديده، انا مريضه مثلا، انا عندي ظرف عمل، عندي انا ماني قدران اكون خلاق لهذا الطفل بكل هاي، وانه انا احطه قدام شاشه تلفزيون او قدام تاب هذا الشيء كمان مرفوض، انا عم ساهم بالتاخر تبعه، التاخر الادراكي. الافضل خليني انا اكون شخص كثير حيادي، وقت انا بشوف انا كاختصاصي بشوف انه فرط النشاط صار بده علاج طبي، علاج سلوكي غير كافي بمراحل محدده، كافي بالدرجات البسيطه، فرط النشاط درجات، كافي بالدرجات البسيطه، انا عندي في درجات بدها علاج طبي، علاج دوائي. علاج دوائي يترافق مع العلاج السلوكي لحتى انا ابني يكون مرتاح انجازه، مو بس انا اقول دراسه وعلم، دراسه وعلم انا بقدر احصل عليهم باي وقت وباي مكان كان. عم بحكي على الشيء الاجتماعي، الشيء الاجتماعي كثير مهم لهذا الطفل، يكون محبوب، يكون له رفقات، يكون له بيقدر يعرف كيف يلعب. مو بس انه انا عم بتفرج وبركض معهم اذا ركضوا، لا، في قواعد، في دور، في قوانين، لازم يكون هو عنصر اجتماعي من هي المجموعه. وطفلنا بيكون ما له قدران يوصل له، هو بس بيقلد ممكن حركات اللي بتناسبه له. نعم. فالتوجه الطبي كثير مهم. واقول هيك شغله للاهالي، اهالي غالبا انه هي مهدئات، اللي بيقرا بهي الادويه الطبيه هي ما لها مهدئات، هي منشطه للجمله العصبيه. تمام. يعني هي لها تركيبه معينه بانه تخليه انتباهه يعلى للطفل، فبصير حركته بتنزل. طبعا الحركه ما بتروح 100%، الحركه بتروح بقدر، بس هذا القدر بيساعد انه هو ينمو بشكل صحي وطبيعي. تماما. يعني نصائح متعدده قدمت لنا اياها اليوم ريمنا، نتشكر وجودك معنا، شكرا كثير. اهلا وسهلا. اكيد ريمنا لك شكرا كثير لك على قدرتك حتى تستوعبي هي الحالات بطريقه صح، وحتى ارشاد لكثير من الامهات يمكن يلي عم بيعانوا فعلا بحاله متعبه من فرط النشاط. الموضوع اكيد ما خلص معنا، بنتابع اكيد بحلقات جايه ان شاء الله. اكيد شكرا لكم، اهلا وسهلا. شكرا.